بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل جلاله أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في هذه الدورة المقامة في المسجد الحرام، مسجد الكعبة الشريفة، نتحدث فيها عن موضوع العصر، وعن موضوع كل عصر، وعن أمر هو أشد ما يكون الإنسان حاجة إليه في كل عصر وفي هذا العصر على وجه الخصوص، وهو قضية الأخلاق. وما نعرضه في هذه الدورة المباركة في هذا الموضوع في مدة 3 لقاءات بإذن الله عز وجل، ليس المراد الوقوف مع عدد من الأخلاق الحسنة والكلام عنها، أو الوقوف على عدد من سيء الأخلاق وبيان سوء أثرها، فإن هذا الأمر يطول، وأحسب أن الحاجة ابتداء أهم وألح على أن ننظر لهذا الموضوع بمنهجية صحيحة ونظر سليم وقلب واعي لهذا الموضوع الذي كما قلت هو حاجة الإنسان في كل عصر وفي هذا العصر على وجه الخصوص. ننطلق في هذا الموضوع لنرى أين مكانة الأخلاق في شريعة الله، وكيف كان الحديث عنها في وحي رب الأرباب جل جلاله، خالق الإنسان، منزل الكتاب، راسل الرسل، كيف عرضت قضية الأخلاق في هذا الهدى الرباني، في هذه الطريقة الربانية، أين كانت مكانتها، وتعالج ماذا، وكيف تبنى؟ إن الوقوف مع هذه المفاهيم الكلية أحسب أنه محل الاهتمام الأكبر في عرض هذه القضية، ثم بعد ذلك يتفرع عنه الحديث عن المصفوفات الأخلاقية أو عن مفردات الأخلاق وما يتعلق بطريقة البناء وكيف يتحقق ذلك كله، وهذه قضايا تفصيلية لا يمكن الحديث عنها في مدة 3 لقاءات. فحديثنا في هذا اللقاء نريد أن نقف معا ونحن
نقرأ هذا القرآن ونسمع هذا القرآن نرى قضية الأخلاق أين كانت وجيء بها لأي شيء وفق تلك الطريقة الربانية التي الله سبحانه وتعالى قدمها لعباده في هذا القرآن العظيم. وقبل الدخول إلى ذلك فلا بد أن نقف مع مقدمة في غاية الأهمية، فإننا ندرك وهكذا يدرك كل صاحب نظر ثاقب وصاحب علم رصين وصاحب عقل سليم وصاحب رأي سديد، فإنه إذا نظر إلى واقع الحياة البشرية فإنه يجد أن الناس لا يمكن أن تنتظم حياتهم إلا وفق نظام ينظم تلك الحياة. وإذا ما نظر إلى كل ما هو موضوع بين البشر فيدرك أن واضع كل نظام فإن له غاية يريد من أتباع ذلك النظام أن يصلوا إليها، وهذه طبيعة وضع الأنظمة التي ترتب حياة الناس والتي ترتب فكر الناس والتي ترتب أعمال الناس بغض النظر عن قيمتها من حيث الصحة أو البطلان، من حيث السلامة أو الانحراف، إلا أن طبيعة هذا الأمر هو أنه أن واضعه يريد أن تكون له غاية يصل الناس إليها. أين الإسلام وهو كذلك؟ فإنه يتضمن تشريعات وأحكام تنظم حياة هذا الإنسان وتنظم فكره وتنظم عمله على مستوى حركته الفردية وعلى مستوى حركته مع من حوله من الناس في علاقته مع من أنزل هذا التشريع وفي علاقته مع من حوله من البشر وفي علاقته مع بيئته التي يتحرك فيها، فإننا نجد أن هذا الإسلام يتضمن ما يضبط حركة هذا الإنسان في كل ذلك، لأن الإنسان هو مقصود رسالة الإسلام، بل الإنسان هو مقصود رسالات السماء كلها، لأن هذا الإنسان في ميزان وحي الله مخلوق مكرم، فقال الله عز وجل في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم. فلئن كان هذا الثناء على الفرع فالثناء على الأصل من باب أولى، والله عز وجل بين ذلك، والأصل هو آدم عليه السلام، وأخبر الله عز وجل في كتابه عن مناحي التكريم لهذا المخلوق فأخبر أنه خلقه بيدين وهذا تكريم، وأخبر أنه نفخ فيه من روحه وهذا تكريم، وأخبر أنه أسجد له الملائكة وهذا تكريم، وأخبر أنه هو الذي علمه الأسماء كلها جل جلاله وهذا تكريم، وأخبر أنه أسكنه جنته وهذا تكريم، وأخبر أنه غفر له معصيته وهذا تكريم، وأخبر أنه جعله في الأرض خليفة وهذا تكريم، وأخبر أنه سخر له ما في السماوات وما في الأرض وما خلق هذا الكون إلا له وهذا تكريم، وأخبر أنه جل جلاله هداه هداية من عنده وهذا تكريم، وأخبر أنه سينزل عليه هداه
وهذا تكريم. فإذا هذا المخلوق المكرم جعله الله عز وجل مقصود رسالات السماء، فالإنسان مورد لهذا التكليف الرباني، وليس الإنسان موردا لهذه الحياة الدنيا، بل الإنسان مورد لتكليف رب السماوات والأرض، لأن الكون كله خلق لأجلك، خلق مسخرا لك. لذلك إذا انتهت حياة الإنسان ماذا يحصل في هذا الكون كله؟ فإنه يدمر، لأن الذي خلق له انتهت حياته على ظهر هذه الأرض. فإذا ليس الإنسان موردا لهذه الدنيا، بل الدنيا هي مورد لهذا الإنسان، وإنما الإنسان مورد لتكليف رب الأرباب جل جلاله. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يرضى لنفسه بالدون، والله يريد له التكريم والعلو. فالدنيا مورد للإنسان، والإنسان مورد لوحي السماء وتكليف الله عز وجل. فهذا الإسلام إذا نظرنا إليه بين كل ما وضع في تنظيم حياة الناس، فإننا نجد أن هذا الإسلام أمثل طريق وأفضل نظام وأسمى تشريع. لماذا؟ لأن كل نظام وضعه البشر لا يمكن أن يكون مثلا أعلى، لأنه خاضع للتجربة، وأي شيء يخضع للتجربة فإذن هو قابل للتغير وقابل للتطور، وأن ما يصلح في مكان لا يصلح في مكان آخر، وما يصلح في زمن لا يصلح في زمن آخر. أما الإسلام فلم يخضع لهذا كله، إنما هو تنزيل من حكيم حميد، ولم يكن خاضعا للتجربة البشرية للوصول إلى نظام أمثل. وهذه مفارقة جذرية. فلذلك يقول ربنا عز وجل في القرآن: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فهذا الإسلام تنزيل من حكيم خبير حليم عليم سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن نجعل هذا التشريع الرباني كغيره مما وضعه البشر، فلذلك هذا هو الذي ينتج المثل الأعلى. لذلك قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن هي أخرجت بهذا التشريع الرباني، بهذا التشريع الرباني. فلذلك هذا التشريع الذي جاء به الإسلام، الذي جاء في القرآن في هدى ربنا جل جلاله، هو مراد الله من نهاية صلاح البشر. لذلك الله عز وجل قال في أواخر ما نزل في هذا القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تضمنت هذه الآية المباركة ثلاث حقائق كبرى: الأولى أن الله سبحانه وتعالى أتم هذا الدين فلا يحتاج إلى أن يزاد فيه شيء. الثانية أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. الثالثة أن الله رضيه لعباده، رضيه علما ومعرفة وحقائق
ورضيه تطبيقا وفهما وإيمانا من رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون أسوة للبشرية إلى يوم القيامة. فتضمنت هذه الآية هذا الإخبار، فكان ذلك أصلا عظيما ينشأ عنه أعظم كلية، أعظم كلية ينبغي أن يؤمن بها الإنسان، وهي قضية الكفاية. الله عز وجل يقول: فلا يكن في صدرك حرج منه. فإذن هذه الكفاية أصل مبني على ذلك الكمال، على ذلك الشمول، على ذلك التمام الذي لا يحتاج أن يزاد فيه، لا يحتاج أن ينقص منه، لن يطرأ عليه السخط من رب الأرباب جل جلاله. فهنا تؤسس هذه الكلية الكبرى على هذه الحقائق، وهي قضية الكفاية. وقلنا أن كل نظام واضعه يريد أن يصل بمن يقبل ذلك النظام إلى غاية، فما هي غاية تشريع رب الأرباب جل جلاله؟ إن الغاية الله عز وجل أخبر عنها إخبارا واضحا صريحا في كتابه، وهي قضية العبودية له جل جلاله، وأن هذا هو حق الله على جميع العبيد، من جميع العبيد من المخلوقات كلها، ومن ضمنهم هذا الإنسان، فهو حقه جل جلاله. وأن هذا الحق مرده إلى أعظم أصول الإقناع لكل من عنده أدنى مستوى في سلامة العقل، والتي من أعظمها أولاً قضية الخلق، وهذا البرهان الأعظم الذي أكثر الله من ذكره في القرآن: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ والجواب: لا يمكن أن يقال أن الخالق مثل المخلوق، وهذا أعظم البراهين لقضية الاستحقاق لهذه العبودية. لذلك ابتدأ الله به في أول آية نزلت في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثانيا قضية الملك، فالله له تمام الملك لكل الكون، فهو مالك يوم الدين، وهو مالك الدنيا وما فيها ومن فيها. ثالثا قضية العلم، فالله عز وجل علمه محيط، لا يخفى عليه شيء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. لا يخفى على الله شيء، فعلمه محيط بكل شيء كان، وبكل شيء كائن الآن، وبكل شيء سيكون بعد الآن، وبالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون، فعلمه محيط. ورابعا حكمته، فإنه جل جلاله بحكمته يضع الأمر في موضعه الصحيح، ويعلم مآلات الأمور، فلله الحكمة البالغة. ثم رحمته جل جلاله، فهو أرحم الراحمين، وهو رحمن الدنيا والآخرة. وهذه من أعظم مقومات هذا الاستحقاق لهذا الحق العظيم الذي لله على العبيد كلهم، وهو عبادة الله وحده. هذا الحق
الأصل فينا بني آدم، الأصل فينا أقول بمعنى أن وجود الإنسان كإنسان على ظهر الأرض قيامه بهذا الحق أو مخالفته لهذا الحق، الأصل قيامه من فرد أو من كل الناس، من كل الناس. وهذا هو العهد والميثاق الذي أخبر الله عنه في القرآن. قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا، وكان ذلك بنعمان أي بعرفة، واستشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. صح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الله خاطب هذه الذرية كلهم، قال: سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، على هذا الإقرار كلنا قلنا أقررنا بأنك أنت ربنا وأنك أنت معبودنا. قال: سأشهد عليكم أباكم آدم، قلنا أقررنا، فكان ذلك فطرة، جعله الله فطرة، فقال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فليس هناك مولود من بني آدم يخرج إلى هذه الدنيا إلا وهو مفطور على هذه الفطرة السوية. هذا قبل أن نوجد في هذه الدنيا وبعد الوجود. فالأصل في بني آدم القيام بهذا الحق أو عدم القيام به، الأصل القيام به. فالأصل في آدم وزوجه حواء الإيمان والقيام بحق الله، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في قصة آدم، القصة الأم، القصة الأساس لتاريخ الإنسان. قال: فتاب عليه ثم هدى، فآدم مهدي بهداية الله. وكان الأصل في بني آدم ما هو؟ الإيمان، الإيمان. فكان كما أخبر ابن عباس فيما صح عنه أن كان الناس على التوحيد 10 قرون، ثم بعد ذلك حصل الانحراف. بل هذا ما أخبر عنه القرآن، قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. فكانوا مجتمعين على ماذا؟ على قضية الإيمان وعبادة الله وحده. فظل إبليس يجتهد في ذلك، فتمكن من هذا بعد 10 قرون، فخرج الناس عن دائرة الأمر الأصلي الذي هو عبادة الله وحده والاجتماع عليه. فالأصل في بني آدم الإيمان والتوحيد وعبادة الله أم الكفر؟ الأصل الإيمان. والأصل الاجتماع أم الافتراق؟ الأصل الاجتماع. بعث الله النبيين لأجل ماذا؟ لأجل معالجة ما طرأ وإرجاع الناس إلى الأمر الأصلي. من هو الخصم الذي أحدث هذا الإشكال؟ إبليس، هذا العدو الأول، هذا العدو الأكبر، هذا العدو الدائم، هذا أطول الأعداء عداوة لك يا ابن آدم، إبليس. إذن هذه حقائق قرآنية لا بد من إدراكها. فإبليس تزعم قضية الدعوة إلى الشرك
وإلى الافتراق. الأنبياء أرسلهم الله عز وجل وأنزل عليهم الكتب لأجل ماذا؟ لأجل معالجة ما طرأ على بني آدم. ما هو العلاج الذي يقدموه للناس؟ هو أمرهم بأن يعودوا إلى الأمر الأول، عبادة الله وحده. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو دعوة كل رسول أرسله الله عز وجل، ذاك العدد الكبير، 124,000 نبي و314 رسولا جما غفيرا بعثهم الله في 70 أمة، ليس هناك واحد منهم إلا ودعوته لقومه ما هي؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل يمكن وقفه وسؤال، هل يمكن لأحد من الناس أن يقدم دعوة إصلاح لبني آدم غير التي قدمها 124,000 نبي و314 رسولا؟ وهل عاقل يقبل منه؟ إذن ليس هناك طريق لإصلاح هذا الإنسان إلا الدعوة إلى هذا الأصل العظيم، عبادة الله وحده. ختم هؤلاء المباركون بسيدهم النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله عز وجل خاتم الأنبياء، وجعل رسالته للناس كافة بنص ما نزل عليه في القرآن. قال الله تعالى: قل، أي يا محمد خاطب الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فدعوته لكل الناس، وجعل شريعته هي الشريعة الخاتمة، فلا شريعة بعد شريعته، وأخبر بتمامها وكمالها، كما قلنا في قول الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 81 ليلة ثم مات، فهي من آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن من أعظم ما جاء في وصفه أنه مهيمن. مهيمن على ماذا؟ مهيمن على جميع الكتب السماوية التي سبقت. وما معنى مهيمن؟ لا يكون الشيء مهيمنا على شيء آخر حتى يكون ما في ذلك الشيء هو جزء من هذا المهيمن وأقل منه، وما يكون في المهيمن أوسع وأكبر وأشمل. هذا مقتضى لفظ المهيمن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هو يصدق ما جاء في الكتب السماوية السابقة ومهيمن على تلك الحقائق، فما في القرآن جاء على صورة الكمال. لذلك وصفه الله جل جلاله بأنه مهيمن. وهذه الأمة هي الأمة الخاتمة، فأبقى الله عز وجل فيها هذا الكتاب المهيمن، وأبقاها مكلفة بالبلاغ بعد أن كان البلاغ مكلف به الأنبياء. فأصبحت هذه الأمة
أرادها الله عز وجل أن تكون شاهدة على الناس كلهم إلى يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلذلك هي مكلفة بأن تكون شاهدة على الناس، شاهدة على الناس. إذن هذه الحقائق من الأهمية بمكان، ونحن نريد أن نعرض لقضية الأخلاق أن نكون مدركين لهذه الحقيقة وهذه مجموعة الحقائق الكبرى عندما ننظر إلى وحي ربنا سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى أخبر عن طبيعته وأخبر عن رسالته في هذه الدنيا. أما عن طبيعته فذكر الله عز وجل ثلاثة أمور رئيسة. الأول أن طبيعة هذا القرآن أنه روح، والثانية أن طبيعة هذا القرآن أنه نور، والثالثة أن طبيعة هذا القرآن أنه غيث. والروح تحول الجسد من الموت إلى الحياة، وفقدها وانسلالها من الجسد تحوله من الحياة إلى الموت، وكذلك القرآن. فمن جمع في قلبه وفي صدره بين روح الجسد والقرآن فهذا هو الحي حقيقة، ومن جمع بين القرآن وحاسة الإبصار فهو الذي يرى حقيقة، ومن الذي جمع بين الغيث وهو الوحي وبين الجسد الذي خلق من الطين فهي الأرض التي تنتج العمل الصالح الطيب المثمر، ومن فقد شيئا من هذه العلاقة يجد ضدها. فإذا لم تقم العلاقة بين القرآن والقلب فهذا ميت الأحياء، وإذا لم تقم العلاقة بين القرآن وعين الإنسان فهذا أعمى البشر، ومن لم تقم العلاقة بين جوارحه وغيث السماء القرآن فهذا الإنسان الذي لا ينتج إلا حنظل الأعمال وسيء الأقوال. هذه طبيعة القرآن. أما رسالته هي الهدى، هي الهدى، لذلك بينها الله في صدر القرآن. فبعد أن أخبر عن الدعاء الوحيد الواجب على بني آدم، على المسلم، على الإنسان، أن يطلب الهدى من الله، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الدعاء الواجب علينا أهل الإسلام أن نطلب من ربنا الهدى، وما أوجب الله علينا دعاء مخصوصا إلا هذا الدعاء، ونكرره في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة. فبعد طلب الدعاء يأتي البيان، ما هو هذا الهدى الذي تطلبوه وأين تجدوه؟ فيأتي مباشرة في صدر سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه رسالته، رسالة القرآن أنه هدى. هذا القرآن مهبط وحيه هذه البلدة المباركة مكة، شرفها الله، اختار له شرف الزمان وشرف المكان وشرف المنزل عليه وشرف الأمة المختارة له. فكان هذا المكان مهبط هذا الوحي
لذلك جل هذا القرآن نزل بمكة، ما لا يقل عن ثلثي القرآن نزل بمكة. فهذا القرآن هدى، وهذا الكتاب إذا تأملنا ما نزل بمكة فإننا نجد أن علماء الأمة الذين اهتدوا بهذا الكتاب وتعاملوا بحق مع رسالته في الحياة، وعلموا أن أعظم مقصود وأعظم تكليف نحو القرآن هو ماذا؟ هو تدبره. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا هو المطلوب الأعظم نحو هذا الكتاب، التدبر. لذلك العتاب الرباني لقريش ما هو؟ عدم التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذن أمر التدبر هو يعتبر أعظم حق نحو هذا القرآن، التدبر للوصول إلى التذكر، وأن كمال التذكر وهو الانتفاع إنما يكون بحسب كمال التدبر. فتدبر العلماء هذا القرآن فوجدوا أن القرآن في فترته الأولى وهي المكية اعتنى بقضية الأصول ومحكمات هذا الدين وكلياته، وأن القرآن المدني اعتنى بقضية التفريع على تلك الأصول والمحكمات والكليات. فما نزل بمكة ما هي قضيته؟ قضية الأمور الكلية المحكمة والأصول. والقرآن المدني ما هي قضيته؟ التفريع على تلك الأصول. فليس في المدني أصل، وإنما الذي في المدني تتميم وتكميل وتفريع لما أصل في القرآن المكي. ونقول هذا ليش؟ لأننا نريد أن نرى قضية الأخلاق أين ذكرت، لندرك مكانتها في الدين، هل هي من أصول الدين أم من فروعه؟ حتى كيف؟ لأنه أول قضية أن نضع الأمور وفق ميزان صحيح، وهنا إشكال، إشكال عام في حياة الناس، وهو وضع سلم القيمة. فمن تأصل عنده الأصول السابقة يدرك أن الذي يضع سلم القيمة للأشياء كلها هو من؟ هو من آمنت بأن له الكفاية. وما هو الذي له الكفاية؟ وحي رب الأرباب جل جلاله. إذن هو الذي يضع ميزان القيمة، فإذا آمنت بذلك وقبلته وفق تلك الحقائق، إذن تعود إليه وتقول وتسأل: ما هي مكانة الأخلاق في سلم القيمة في وحي ربي جل جلاله؟ فأدركت أن ما جاء في القرآن المكي هي الأمور المحكمة الكلية، هي الأصول. فماذا تضمن القرآن المكي؟ إن تأمل العلماء لهذا القرآن في فترته المكية تبين أنه تكلم عن ثلاثة أمور رئيسة. أولها وهي قضية السنن الإلهية التي تحكم حياة الناس على ظهر الأرض، وهذا عرض له من خلال ذكر قصص الأمم السابقة، من خلال قصص
الأمم السابقة. لذلك يقول عروة بن الزبير التابعي الإمام، يقول: كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكة. ماذا يقول عروة؟ يقول: كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون فإنما نزل بمكة. وهذه قضية كلية، لأن الله عز وجل من خلال قصص الأنبياء وقصص الأمم السابقة وقصص القرون الماضية أخبر هذه الأمة عن هذه الكلية العظمى. ما هي هذه الكلية؟ أن الله عز وجل له سنة ماضية، وأنه يقضي جل جلاله في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف، وأن تلك السنة ثابتة مضطردة لا تحابي أحدا كائنا من كان، وأنها لا تتخلف أبدا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله أخبر العباد أن له قانون حتمي صارم يحاكم عليه الناس حياتهم على ظهر الأرض في كل ماذا؟ في كل أمور حياتهم، في أمر رزقهم، في أمر سعادتهم، في أمر فرحهم وحزنهم، في أمر انتصارهم وهزيمتهم، في أمر عزهم وذلهم، في أمر اجتماعهم وافتراقهم. كل هذه الأمور موضوعة وفق قانون صارم حتمي لا يتخلف أبدا، علمه الناس أو لم يعلموا هو بينه، من أراد أن يعلمه موجود، من صد عنه فالتحاكم إليه شئت أم أبي. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد، لن ماذا تفيد في اللغة العربية؟ استغراق كل الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. لن تجد في الماضي غير سنة الله كان التحاكم عليه، ولن تجد في الحاضر غير سنة الله، وكذلك لن تجد في المستقبل غير سنة الله، كل الحياة ترجع إليها، شاء الناس أم أبوا، قبلوا أو لم يقبلوا، علموا أم جهلوا، تعاموا عما ورد في القرآن أو أبصروا، هي سنة ماضية. ووردت هذه الكلمة سنة الله كم مرة؟ ستة عشر مرة، كلها فين؟ في القرآن المكي، في القرآن المكي في عشر سور مكية ورد ذكر سنة الله عز وجل التي هي قانونه الحتمي الصارم. ونجد أن هذه السنن جلها في ماذا؟ في حياة الناس المجتمعية، فيما يتعلق بحياة الناس المجتمعية، أي بمعنى في علاقتهم بعضهم مع بعض، وفي علاقتهم مع الأرض وعمارتها. جل تلك السنن متعلقة بهذا الميدان، حياة الناس المجتمعية. فهذه السنة من أعظم صفاتها ثلاثة صفات: الأول أنها ثابتة ما تتغير منذ أن وضعها الله لبني آدم إلى اليوم وإلى يوم القيامة. الثاني أنها مضطردة لا تتخلف،
هي تحكم في حياة الناس. الثالثة أنها عامة يحكم عليها كل أحد دون محاباة أو تمييز، ليست لأمة دون أمة. قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذا القانون هو الذي يمضي. إذن هذه صفاته، هذه السنن الإلهية. لذلك قصص الأنبياء في القرآن تعتبر ماذا؟ تعتبر المورد الأساس والرئيس لإدراك هذه السنن الإلهية ومعرفة هذه السنن. وإذا تأملنا كما قلنا قصص الأنبياء أين جاءت؟ جاءت في القرآن المكي، كما سمعنا كلمة عروة بن الزبير الإمام التابعي رحمة الله عليه في بيان هذا الأمر. لذلك تجد مثلا قصة نوح وردت كم؟ في 20 سورة كلها مكية. قصة هود عليه السلام وردت في 16 سورة كلها مكية. قصة صالح عليه السلام وردت في 19 سورة كلها مكية. إذن هذه القضية الأساس الأم التي هي الأول، وهو أنه قبل أن تنظر إلى الأمور هل هناك شيء صارم يكون هو المرجع؟ الجواب نعم. ما هو؟ سنة الله، هكذا سماها الله في القرآن. فإذن هذه السنن الإلهية. الأنبياء يذكرون أقوامهم بهذه السنن، كل نبي، والله يذكر ذلك في القرآن. مثل ماذا؟ نسمع قول الله عز وجل عن نبيه هود وهو يذكر قومه، ماذا يقول لهم؟ قال، يقول هود لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذن الأنبياء يذكرون بماذا؟ بقصص من سبق. أيضا نبي الله صالح ماذا يقول؟ يقول صالح لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. عاد من هم؟ قوم هود. نوح سبق هود، فهود ماذا؟ يذكر بمن سبق. عاد، قوم عاد سبقوا ثمود، وهود سبق صالح، فهلكت عاد ثم جاء صالح، يذكر بماذا؟ يذكر بقوم عاد. وكذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك موسى عليه السلام. ماذا يقول موسى كما ذكر الله؟ قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أيام من مضى وفق سنته الثابتة. أيضا كما قلت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يذكر بذلك. كذلك ذكر الله عن شعيب، ماذا يقول الله؟ ويا قومي شعيب، قال الله عز وجل في القرآن، يقول شعيب لقومه: ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. أتباع الأنبياء الذين ساروا على منهجهم يسلكون نفس الطريق. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. إذن هذا طريق الأنبياء وهذا طريق أتباع الأنبياء، أنهم ماذا؟ أنهم يذكرون بسنة الله، بنظامه الصارم الذي يحاكم عليه كل البشر،
ثم رسول الله محمد قال الله عز وجل وهو يأمر أن يقول لقومه: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال: وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وقال: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. إذن هذا أيضا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يذكر كما ذكر إخوانه من الأنبياء، بماذا؟ بسنة الله التي مضت والتي هي قانونه الحتمي الصارم والذي سوف يحاسب عليه كل البشر، هذه الأمة أيضا هي داخلة وفق هذا القانون، لكن رحمة الله بأمة رسول الله سيد الأولين والآخرين أنه خفف في هذه السنة أمرا، ما هو؟ أن هذه الأمة لا ينزل عليها عذابا يبيدها تماما كما حصل لمن قبلها، إكراما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فإذن هذه سنة، وأيضا أن هذه السنة بهذا التخفيف كانت أيضا للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه بركة بيت الخليل، أبرك بيوت الدنيا، أبرك بيت على ظهر الأرض بيت خليل الله إبراهيم، ومن وأشرف من في هذا البيت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من بيت الخليل من ذريته، فمن بركته أن هذه السنة خففت وليس إلغاء لها، فلذلك تنزل العقوبة لكنها لا تصل إلى درجة الإبادة الكلية. وأعظم ما ارتبطت هذه السنة بهذه الأمة من حيث المكان بهذه البلاد، هذه الجزيرة ثم الحرمين، فإن الله عز وجل جعل هذه السنة أظهر ما تكون فيها، فلذلك هذه البقعة المباركة لن تغزى أبدا من كافر إلى يوم القيامة، وهذه البقعة لن يتسلط عليها كافر إلى يوم القيامة، وهذه البقعة لن يتحول أهلها كفارا بعد فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: لا تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة، وقال: لا هجرة بعد الفتح. قال العلماء: لا هجرة، بمعنى أنه لن يتسلط على هذه البلدة الحرام كافر فيحتاج أهل الإسلام منها أن يخرجوا لأجل ذلك، وكذلك لن يعود أهلها كلهم كفار فتحتاج من أهل الإسلام أن يعيدوا فتحها، فهذا أمن قدري لمكة شرفها الله ولما حولها. فإذن هذا من سنة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأصل العظيم الذي جاء الإخبار عنه في القرآن المكي. طيب، هذه السنة الإلهية بماذا تعالج علاجا صحيحا وفق هدى الله؟ هذا ما تضمنه القرآن المكي في أصلين عظيمين. أما الأصل الأول الذي جاء لمعالجة هذه السنن الإلهية علاجا صحيحا لتحصيل جانب النفع من السنة ودفع جانب الضر من السنة، لأن هي سنة، مثلا نجد التقابل، سنة الاجتماع والافتراق، الاجتماع مطلوب والافتراق والتشتت غير مرغوب، سنة الانتصار والهزيمة
الانتصار مطلوب والهزيمة مطلوب دفعها. سنة العزة أو المهانة والذلة. فلذلك كيف تعالج هذه السنن؟ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فجاء البيان بأن معالجة هذه السنن الإلهية القانون الصارم بأمرين عظيمين وبنظامين كبيرين. الأول ما هو؟ الأول قضية الإيمان والتوحيد. فكان القرآن المكي هذه قضيته الأولى والأساس في مقابل ذكر السنن الإلهية التي أخبر عنها من خلال الأمم الماضية. بماذا؟ بقضية الإيمان والدعوة للإيمان وتوحيد الله وعبادة الله عز وجل. فكان هذا هو الأمر الأول، ولذلك كل ما تعلق بهذه القضية كأصل نزل بمكة وفي القرآن المكي، ويعتبر هذا ماذا؟ هو الأصل الأول الذي تعالج به السنن الإلهية، فيتحصل الإنسان على جانبها النافع المحبوب المثمر إثمارا ثمرة إيجابية. فأول ما يعالج بقضية الإيمان الأمر الثاني ما هو الذي تعالج به السنن الإلهية؟ قضية الأخلاق. قضية الأخلاق قبل التشريعات والشعائر التعبدية، فنزل نظام الأخلاق كله كاملا بمكة. إذن ليس هناك وفق الطريقة الربانية في معالجة هذه السنن كأصول ونزل في القرآن في الفترة المكية إلا هذين الأصلين العظيمين، أمر التوحيد والإيمان وأمر الأخلاق. فهنا ندرك أي قضية، إذن أي مكانة لقضية الأخلاق. من لم يدرك هذه المكانة في منظور هدى الله، هذا كيف يستطيع، كيف يعرض قضية الأخلاق؟ بأي مكان سوف يعرضها؟ وكيف يتكلم عنها؟ وكيف سوف يقدم مكانة هذه القضية للناس وهو يريد أن يعرضها على أنها قضية مذكورة في هدى الله جل جلاله في القرآن، وقضية بهذه المكانة ووضعت في هذه المنزلة؟ إذن أين ينبغي أن يكون مكانتها في التربية والتعليم والتوجيه؟ وهي بهذه المنزلة. الله جعلها ماذا؟ جعلها أحد أصلين لمعالجة سنته الثابتة لكل حياة بني آدم على ظهر الأرض. لذلك كان من المقرر عند العلماء أن ما تضمنه هذين الأصلين، قضية الإيمان والتوحيد وقضية الأخلاق، أن هذا يسمى عندهم من الدين المشترك. وهذا مصطلح لا بد أن نفهمه وأن نحفظه وأن نفهم معناه، وماذا يؤدي أيضا لإدراك هاتين القضيتين. ما معنى الدين المشترك؟ بمعنى أنه الأمر الذي اتفقت عليه كل الأنبياء، وأن جميع الأنبياء جاءوا به. فلذلك من أعظم ما ينص عليه العلماء تحت مصطلح الدين المشترك قضية الإيمان والتوحيد وقضية الأخلاق، وأن هذين الأصلين لا يطرأ عليهما النسخ،
إذن هي من الأمور الثابتة في الهدى الرباني الذي ينزل من السماء الذي تحت قول الله: فإما يأتينكم مني هدى. فإن أول ما يدخل في مضمون هذا الهدى ما وصف بالدين المشترك، وأن أول ما يدخل في الدين المشترك ما هو؟ قضية الإيمان والتوحيد وقضية الأخلاق. فإذا أدركنا هذا الإدراك، إذا نبدأ نعي ونفهم أن قضية الأخلاق قضية ذات مكانة عالية ورفيعة جدا في شريعة الله، بل في دين الله كله الذي أنزله على الأنبياء، وأنها قضية ذات علاقة رئيسة بماذا؟ بسنته الماضية. إذا نقف في درسنا هذا على الوصول إلى هذه النتيجة في هذا اللقاء، وهي أن ما تضمنه القرآن المكي هذه المحكمات وهذه الكليات الثلاثة الكبرى: الأولى حديثه عن قضية السنن الإلهية من خلال قصص الأنبياء وأخبار القرون الماضية، وأيضا البيان أن تلك السنن جلها مرتبط بالجوانب الجانب المجتمعي، وارتباط ذلك الجانب المجتمعي بالبعد الأخلاقي. ولذلك نجد من أكبر السنن التي كانت سببا في هلاك جل الأمم السابقة هي سنة الظلم والظالمين، وكما يعني يقرر شيخ الإسلام رحمة الله فإنه ليست هناك أمة هلكت إلا والظلم حاضر فيها، فتعتبر هذه من أكبر السنن الماضية في هذا الجانب. فهذا يعني ويدل أيضا ما يقابله وهي قضية العدل، فإن نجدها من أعظم السنن التي يرتبط بها بقاء الأمم والمجتمعات، فكما أن الظلم يعتبر أكبر سنة لهلاك المجتمعات، فإن قضية العدل تعتبر من أكبر السنن في بقاء المجتمع. ولذلك قد يكون الأمة كافرة ولكن إذا ساد فيها العدل فإنها لا تهلك، وقد تكون الأمة مسلمة فإذا ساد فيها الظلم تهلك، وهذا كما قرره يعني شيخ الإسلام من خلال قراءته لقصص الأنبياء. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أيضا في أمته أن ما أخبر من أمور ستكون في هذه الأمة ومن عقوبات تنزل بها، فإننا نجد أن مرد ذلك في كثير بل الأغلب مرده إلى قضايا مجتمعية وإلى فساد جوانب أخلاقية. فإذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب. من الأمثلة في ذلك مثلا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير. إذن قضية فساد مجتمعي وحركة مجتمعية فاسدة، فلذلك كانت هذه النتيجة في عقوبة، وهو أن يصبح هؤلاء وقد مسخوا قردة. والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فنجد يعني أيضا كل هذا مرده إلى يعني وجود خلل في الجانب الأخلاقي والفساد المجتمعي ينشأ عنه تلك العقوبات. أيضا ما يتعلق بقضية القرآن المكي وتضمنه يعني واشتماله لقضية الأخلاق، فإن العلماء أخبروا عن ذلك، ونكتفي بنقل كلمة للإمام الإمام علم المقاصد الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، فهو يقول:
وأما ما يرجع إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليها فهو أول ما خوطبوا به وأكثر ما تجد ذلك في السور المكية. ثم يقول أيضا بعد ذلك، يقول عن القرآن المكي: وأمر بمكارم الأخلاق كلها. إذن كل هذا نزل في الفترة المكية، كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد وأخذ العفو والإعراض عن الجاهل والدفع بالتي هي أحسن والخوف من الله وحده والصبر والشكر ونحوها، ونهى عن مساوئ الأخلاق من الفحشاء والمنكر والبغي والقول بغير علم والتطفيف في المكيال والميزان والفساد في الأرض والزنا والقتل والوأد وغير ذلك مما كان سائرا في دين الجاهلية. إذن هذا إخبار على أن ذلك كله نزل أين؟ نزل في القرآن المكي. فإذن كله، ومن هنا نقول إذا أدركنا هذا فإن هذه البلدة كانت هي المحضن لنزول هذا النظام كله، وأول من تلقى هذا النظام هم أهل هذه البلدة المباركة، وأول تطبيق لهذا النظام كان على هذه الأرض المباركة. وهنا، وهذه قضية حقيقة، أدعى ما يكون أن ينتشر وأن فعلا يعني يكون البلاغ لنظام القرآن في الأخلاق أن يكون منطلقه من عند البيت حيث نزل، وحيث كان التطبيق الأول والمدرسة الأولى التي ارتضاها الله عز وجل وأعلن الرضا عنها. فلا شك أن بيان ذلك من عند البيت هو أولى ما يكون. فنسأل الله عز وجل التوفيق، ولنا بإذن الله لقاء في الغد لإكمال هذا التأصيل في هذا الجانب المهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.